بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الحقيقة في بعض الأصوات اللي بتكون كأنها هدية من السماء، الإنسان لما بيسمعها سواء في قراءة القرآن أو أحيانا في بعض التواشيح الدينية بترجع الإنسان تاني للروحانيات وبتفكره بالمعاني الجميلة والقيم الإسلامية الحلوة. وربما مسألة الصوت الندي الجميل الحلو ده أيضا سنة عن النبي. كان في حديث ان احد الصحابه طلب من الرسول ان هو يؤذن مكان سيدنا بلال، فقال له انه اندى منك صوتا. فالبحث عن الصوت الندي والقوي والمحبب للناس ده شيء من السنه يعني. النهارده ان شاء الله بنتكلم على ذكرى وفاه الشيخ سيد النقشبندي رحمه الله تعالى. مات يوم 14 فبراير سنه 76، والشيخ سيد طبعا ليه معانا كتير من الذكريات، خاصه في وقت شهر رمضان المبارك في الصباح، الابتهالات اللي كانت بتتقال في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم وغيره. ودايما الشيخ سيد يعني له معنا الكثير من الذكريات، ربنا يرحمه إن شاء الله ويجعل كل هذا العمل في ميزان حسناته إن شاء الله. نتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة حول هذا الأمر. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق والمشاهدين الكرام. دكتور يعني صوته الندي وله معنا الكثير من الذكريات، ماذا نعرف عن الشيخ سيد النقشبندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الحقيقة اليوم الناس بتجعله يوما للفالنتين أو يوم الحب والحديث عن الحب، ولم نجد سياقا نتحدث فيه عن الحب إلا عن رجل ذاب شوقا وحبا كما سمعنا في حب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الذي يدوم ويبقى ويشفع للإنسان في الدنيا والآخرة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهنيئا للشيخ النقشبندي رحمه الله في ميزان حسناته ينور قبره وأخراه هذا المديح في خير البشرية صلى الله عليه وسلم. الشيخ سيد النقشبندي ولد في سنة 1920 في الدقهلية، ثم رحل إلى الغربية في طنطا ليجاور المسجد الأحمدي، مسجد السيد الأحمد البدوي، ودرس في المعهد الأحمدي، ثم يعني مال إلى تلاوة القرآن والإنشاد، وعرف واشتهر بذلك بحنجرة ذهبية وصوت رنان قوي فيه من القوة والصدح، يعني من أعلى طبقات الأصوات في عالم الإنشاد والتلاوة وعالم الأصوات بوجه عام. وطبعا اسمه الشيخ سيد النقشبندي معروف، كلمة النقشبندي هي نسبة للطريقة النقشبندية، إحدى الطرق الصوفية المشهورة في يعني القوقاز وفي بلاد الأتراك وفي غيرها، وهي طريقة إلى حد كبير لا تنعزل عن الحياة العامة، بل مع التدين تشارك في الحياة العامة، ويعني فيها كثير من القرب من الكتاب والسنة، ولا أذكر أحدا أبدى عليه ملاحظات إلا القليل يعني. فانضم إلى هذه الطائفة أجداد الشيخ سيد ثم أباؤه، وهو نفسه كان متصوفا رحمه الله. الشيخ سيد يعني يتضح في أناشيده وأغانيه أو ابتهالاته انتقاء الكلمات، يعني هو لا ينشد ولا يبتهل لأي أحد، كلها طبعا ابتهالات هي مدح في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام والمنافحة عنه. ومؤخرا عثرنا على نشيد له لم يكن ينتبه إليه أحد، حي فتى فلسطين عن فلسطين، في الأزمة الأخيرة انتبه الناس إلى هذه الأنشودة فبدأوا يعني ينشرونها بين الناس، أن الشيخ سيد له أنشودة منذ القدم تتحدث عن فلسطين وفتيان فلسطين. الشيخ سيد يعني ارتبط في أذهان الناس بإفطار رمضان، الناس ارتبط في أذهانها الشيخ محمد رفعت بقرآن المغرب ما قبل الإفطار، لكن على الإفطار ارتبط ذلك بصوت الشيخ سيد النقشبندي، ابتهالاته التي كانت تأتي الله الله سبحان الله إلى آخر الأناشيد التي كان يعني ينشد ويبتهل بها، والناس وهي تفطر، فارتبط في أذهان الجميع في بداية الإفطار صوت الشيخ سيد النقشبندي رحمه الله. كذلك كان في الروابط والفواصل بين وقت نتائج الثانوية الأزهرية
في وقت برامج إذاعة القرآن الكريم في الفواصل في غيرها. طبعا التلفزيون كان قليل. اشتهرت أيضا أشرطة الشيخ سيد في رمضان وغيرها، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي وربنا، والأناشيد الأخرى لابتهالات التي أنشدها الشيخ سيد رحمه الله وكانت يطرب لها الناس. الشيخ سيد ظل إلى أواخر حياتي قبل وفاته بسنوات قليلة لا يلحن أناشيد ولا ابتهالات، إلا بعد أن ألح عليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقال له ما تلحن، وقال له يعني لبليغ حمدي لحن له، وكان يتهيب ويرفض مخافة إني بليغ بيلحن لمغنين ومطربين وحاجات فيها طرب ونشوة واهتزاز والكلام ده، وده لن يتناسب معه فيما ينشده، فخاف. لكن لما التقى به استجابة لطلب السادات وذهب للشيخ سيد إلى بيته، فوجئ بشاب يعني، فقال له سمعني، فمسك العود وبدأ يعني دندن على أنشودة مولاي. تجلى معه الشيخ سيد فرح قالع العمة بتاعته ونبسها البليغ حمدي، يعني من الدلالة على أنه يعني إيه اقتنع بما فعل. ولحنت له عدد من الابتهالات والأناشيد، وبقيت أناشيد وابتهالات أخرى بغير ألحان على صوتها. لكن ده دلالة على إيه؟ يعني على أنه طور ده شيء، لكن دلالة مهمة. حتى الأناشيد اللي بالألحان صوت الشيخ سيد أغلب وحاضر في كتير من المطربين والملحنين. الكلمات ملاش قيمة، الصوت مش قوي، اللي بيحرك الناس ويهزها اللحن خلاص، لحن بيشخلع الناس ولا بيهزها ولا بيطربها، فالناس متأثرة مع إيقاع. لكن إيه معاني اللي بيتقال؟ ما فيش حاجة يعني، كوز المحبة انخرم، طب وبعدين إيه معناه؟ يعني كلام تافه يعني وغيرها. لكن كلام الشيخ سيد ألحان بليغ قوية جدا، وده من أفضل الملحنين وأشهرهم المعاصرين، لكن صوت الشيخ سيد يعلو ويظل الناس بيرددوا كلامه. لذلك بنلاقي أناشيد لو بيرددها زي ما شفنا أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وقام بإنشاد الشيخ مشاري العفاسي فرددها. لماذا وراء أو أعادها وراء الشيخ سيد؟ لأنها مؤثرة مهمة. هذا هو الشاهد في هذه المسألة، أن الشيخ سيد حتى مع التطوير بالألحان ظلت نبرته وطبقته الصوتية لا تقل عظمة عن الألحان التي أجريت، فسواء بيها أو من غيرها لن تتأثر، إنما هي مجرد مكملات وإضافات، وإن كانت إضافات مهمة وقوية لكن لا تغني أبدا عن حلاوة وطلاوة صوت الشيخ سيد رحمه الله. أي نعم. طب هنا دكتور في نقطة، هي مسألة يعني ما هو السر وراء هذا الجيل الفريد من القراء والمبتهلين اللي كان يعني الشيخ سيد ويعني شيوخنا شيوخ الإذاعة المصرية البنا والحصري والمنشاوي وعبد الباسط، ايه السر في هذا الجيل الفريد يعني؟ السر ان كانت مصر انذاك معطاءة ولودة، فيها اجيال ذهبية، كلما ذهب جيل جاء اخر، وكان فيه اهتمام بمملكة التلاوة والانشاد او دولة التلاوة والانشاد والابتهال. ولذلك معظم هؤلاء القراء أو هؤلاء هذه الأصوات كانت أصوات طبيعية، أصوات حية، أصوات حقيقية. الآن أصبحنا بنسمع جعير وخنفان، ناس بتقرأ تلاقيك هني تحس إيه حاطط حاجة في مناخيره عشان يخنف، قارئ أو مبتهل أو كذا ومغني، يعني كأن الغناء لن يكون إلا يعني بالخنفان. لا، القراءة كانت عند هذا القراء يقرأ من حنجرته وصدره الممتلئ ونفس طويل، دلالة على التمكن والقدرة. وكانت الناس بتميز الأصوات وتتقن في الأصوات. النهاردة معظم القراء بيقلد الحصر، بيقلد عبد الباسط، بيقلد المنشاوي، بيقلد الطبلاوي، إنما طب صوته هو فين؟ لا، أو مزيج بين هذا وذاك. يعني طلع جيل طبعا بعد الأجيال دي كان بيقلد أو يحاول ياخد مع نبرة صوته ونبرة صوت حد معروف، ولذلك بيتقال لك فلان ده بيقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، فلان ده بيقلد عبد الباسط، وإن كان بيدخل إيه صوته شوية.
ليه؟ لأنه حاسس بالفقر. الباقون كانوا لا أثرياء صوتا وقدرة والناس بتقدر. يعني كان زمان برضو حتى القارئ إذا ما قدرش يروح الإذاعة بيشهر بين الناس في المياتم في الحفلات في المؤتمرات والمحاضرات. كانت المساجد في المواسم محاضرات وقراءة قرآن وتلاوة وابتهالات وتواشيح، فالصوت له مكان. النهاردة الناس ما يعني حتى الخطباء لهم النهاردة تسأل الناس بتصلي في أي مسجد، بتصلي ورا مين؟ نادر يعني يقول لك بروح مخصوص للجامع الفلاني عشان أسمع الشيخ الفلاني. كان زمان لا، كانت الناس تروح دير الملاك للشيخ كشك، تروح الأزهر عشان تسمع الشيخ الغزالي، تروح أو عمرو بن العاص، تروح عمر مكرم تسمع الشيخ سيد سابق، تروح المكان الفلاني تسمع الشيخ فلان علان. مسجد التوحيد لإخواننا السلفيين كان يروح يلاقوا الشيخ فوزي السعيد أو محمد حسان مع حفظ ألقاب الجميع. يعني كانت مصر والقاهرة آنذاك مملوءة خطباء قراء مبتهلين تواشيح منشدين مليانة. الإنشاد أكبر أكثر عنده في الشوام، لكن الابتهال الديني برع فيه المصريون. يعني معروف الشيخ طه الفاشني، الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ محمد عمران، الشيخ سيد نقشبندي إلى آخر هؤلاء المنشدين العظماء، الشيخ محمد الطوخي إلى آخر هؤلاء. حتى دخل أهل الفن على الإنشاد الديني. ليه؟ لأنه له سوق، له رواج، له قيمة. فشفنا محمد الكحلاوي لما غنى لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا عبد الحليم حافظ لما عمل عدد من الأغاني التي تمدح وتثني في عظمة الله عز وجل ليه يا رب سبحانه. أي نعم، حوالي 10 11 أو 12 أغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها، لا أذكر من عدد لحنوها، لكن كانت من أهم ما غنى عبد الحليم حافظ، وفيها الهدوء والألحان، ألحان تتناسب مع هذا الكلام، سواء بقى يا خالق الزهرة في حضن الجبل من فوق، أو نفضت عيني المنام وقمت والناس نيام إلى آخر هذه الكلمات. اللي خلى هذا التنافس في عالم الابتهال والإنشاد الديني إن في ناس سميعة تسمع جيدا، وفي ناس تقدر، وناس أصحاب أصوات. ده اللي خلى أهل الفن تخش على الغناء الديني. زي ما شفنا زمان أدباء ومفكرين دخلوا على خط الكتابة في السيرة النبوية. أول ما كتب محمد حسين هيكل حياة محمد صلى الله عليه وسلم، دخل بعد منه العقاد كتب عبقرية محمد، ودخل طه حسين على هامش السيرة، ودخل عبد الرحمن الشرقاوي محمد رسول الحرية، ودخل توفيق الحكيم محمد النبي البشر، وكتب الإبياري نبي البر إبراهيم الإبياري، وكل بقى دخل عدد من الأدباء والأهل الأدب واللغة والفكر والفلسفة ليكتبوا عن السيرة. ليه؟ لأني مجال يبدع فيه، في ناس تطرب وتقرأ وتسمع لمثل هذا العطاء والطرح. ليه بيغيب الكلام ده؟ لأني عندك جمهور هايف ونخبة أهيف منه. أنا بقول ده ليس تعميما، لكن ده اللي رائج. وعايز تشوف الدليل شوف على اليوتيوب من المتسيد فيه في المنصات الهبيدة، سواء في الدين، في السياسة، في المال، في الكورة، في أي حاجة. الأصوات تدور على اليوتيوب كله شغال على القديم، عبد الباسط عبد الصمد الحصري المنشاوي. طب الجديد حاجات محدودة وليس لها رواج. فوجود البضاعة الزائفة للأسف بيفسد سوق البضاعة السليمة. فحينما يستقيم ذوق السامع وذوق المتلقي بيستقيم ذوق الملقي، لأن مش هتلاقي لك سوء. لكن النهاردة في عالم الأغاني حتى مين اللي بيغني واللي بيسمع كله كلام مهرجانات، وحتى كلام للأسف فيه عبث وفيه ما فيش مخضلة للروح ولا العقل ولا أي شيء. وأغنية خمس دقايق ومحدش مستحملها، اللي كانت الناس بتسمع 40 دقيقة أو 50 دقيقة وساعة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيره. ليه؟ في شيء يعني يطرب. النهاردة ما فيش الكلام ده. ليه؟ لأني ما فيش الأصوات، ما فيش الأداء، ما فيش كلمات. أيوة.
جزاك الله خيرا شيخ عصام. ويمكن يعني سؤال هنبدا ان شاء الله في الاسئله سواء المكتوبه او الاتصالات الهاتفيه. السؤال الاول يمكن خاص شويه برضو بموضوع الحلقه، مساله الحكم الشرعي في الموسيقى. الموسيقى مختلف فيها بين فئه اجازتها وفئه حرمتها وفئه قائله بالتفصيل، لكن الاصل في الموسيقى انها جائزه على اصلها، لأن صوت البلابل هي الموسيقى دي جاية من إيه؟ جاية من أصوات العصافير والطير، هي ألحان بتلحن سواء على عود كلها أوتار أو أصوات الناي أو المزمار، هي آلة قائمة على أصوات. الأصوات دي معظمها جاية من إيه؟ مخلوقات، كائنات، بيتقلد البلبل، بيتقلد العصفور، الكناريا، غيره. فهنا مبنية على شيء له أصل، هو الصوت، صوت خرير المياه، صوت الماء المنساب، صوت الرياح، صوت العواصف، صوت الهواء، النسيم الهواء العليل إلى آخره. هو جاي من الطبيعة أساسا، فما أقدرش أحرم ليه، لأنه إلا إذا كان يؤدي إلى محرم، وهذا هو الراجح، أن الموسيقى في أصلها جائزة إلا إذا أدت إلى محرم، يعني أو كانت تلهي عن أداء فرائض، فالأصل فيها الجواز طبعا. أي نعم، جزاك الله خير. أخ سائل بيقول أن أنا وضعت في البنك مبلغ $5,000 وسافرت أنا وأسرتي، وأنا بخرج عليهم الزكاة حاليا رغم أن أنا غير متمكن منهم حاليا. سؤاله الأولاني أو يمكن يعني السؤال الأول هو مسألة إخراج الزكاة عن المال اللي الشخص لا يستطيع الوصول إليه، موجود في البنك مثلا بس ما عرفش يوصل له. ده السؤال الأول. السؤال الثاني عن مسألة هل يعني إزاي ما عرفش يوصل له؟ يعني البنك ما بيديش دولارات، فهو لو راح يطلب الفلوس لو راح يطلب الفلوس مش هيديها له دولارات، ممكن يديها له مثلا بالجنيه المصري او شيء. السؤال الثاني، البنك ممنوع من الفلوس ده غير كمل ماشي. هو السؤال الثاني عن مساله ان هو لو وهو بيخرج الزكاه، هل يخرج الزكاه لاخته مع العلم ان اخته ديت عليها ديون وقروض وبتجهز بناتها للزواج؟ السؤال الاول، من عنده مال لكن لا يستطيع الانتفاع به لعلة انه هيجي عليه بخسارة، دي قصة تانية، ده مش المال الضمار اللي قال عنه الفقهاء. الفقهاء يتكلموا عن المال اللي هو ضمار، ضاع، مفقود، مختفي، او مصادر من واحد، دولة بظلم او بحق صادرت مالا الى حين اجراءات قانونية، خلاص متصادر من واحد 10 مليون جنيه، عليهم زكاة؟ نعم عليهم زكاة. طيب بس السؤال، هو يقدر يمتلك؟ لا. يقدر يستردها؟ لا. يقدر يتصرف فيها؟ لا. يقدر ياخدها؟ لا. عنده أمل ترجع؟ الله أعلم، يا يا لا. هو اللي بيروح عند الدول دي ولا الأنظمة اللي بيرجع ده بياخد حكم المال الضمار، لأنه لا يملك، لأن من شروط الزكاة تملك، انت تتملك والفقير يتملك، انك تملكها للفقير، يعني تكون مالك للمال، مالك للنصاب، وان تملك الفقير المال حين تعطيه وحين تعطيه، خلاص. ما اقولش والله الفقير ده ليه دين عليا اسدد له من الزكاه، لا، هو يتملكها الاول وهو يقرر. طيب اذا انا ليا مال في البنك، اقدر اسحبه ولا لا؟ اصل البنك مش هيسمح لي، ده بخساره، بس تملك، انما لا تملك تسحب ولا مليم لمنعك، ده قصه تانيه. طب ايه المطلوب؟ اذا ازكي عن هذا المال بدليل، اقدر ازود عليه، احط عليه مبلغ، بالجنيه بالدولار لو زودت عادي، لو سحبت بالجنيه عادي. ايوه صح، صحيح، ولا ده ممنوع؟ لا مظبوط، ممنوع. هو اللي رافض لعلة الخسارة. إذن ده لا يمنع من عليه الزكاة. طب بالنسبة للسؤال الثاني، أزكي منين؟ من مال آخر معايا. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو مسألة أخته اللي عندها بنات بتتجوز وعليها قروض وما إلى ذلك. نعم، الأخت هنا هو ليس ملزما بالنفقة عليها إلا لو الأخت دي مطلقة أو أرملة، آسف مثلا، والأب مش موجود هو ملزم بالنفقة عليها، هنا يمنع. لكن ما دام لا، هي ليس ملزما بالنفقة عليها، له أن يعطيها من الزكاة إن كانت مستحقة لها. أي نعم. أخ سائل بيسأل سؤال حوالين مسألة الظفر بالحق،
بيقول ان هم ليهم حقوق ماديه واضحه ومحدده ومعترف بيها من جهه حكوميه، وهم اخذوا جميع الطرق للحصول عليها بما في ذلك حكم قضائي نهائي، ولكن المسؤولين في هذه الجهه الحكوميه يرفضوا اعطاء الحقوق، ولما طالبوا بهذا الامر تم تهديدهم من قبل جهات امنيه بان سيتم اعتقالهم وما الى ذلك لو اصروا على مطالبه بحقهم. سؤال الاخ السائل، هل يجوز الظفر بالحق في هذه الحاله الواضحه والمحدده؟ يعني ايه الظفر بالحق؟ يعني ياخد حقه، ياخد بالدراع يعني؟ بالدراع. طيب ازاي يعني؟ وهم قالوا لو خدته هنعتقلك، يبقى بالدراع ازاي؟ يعني هو السؤال بيحمل التناقض فيه، فالاول افهم ازاي عشان اجاوبه. هو ممكن اللي انا فهمته يعني مثلا لو هو ليه مثلا 10 جنيه عند الحكومه ياخدهم بطريقه تانية، يعني باي طريقه معينه ياخد منهم هذا المبلغ مكان في الحق اللي ضاع مثلا. طيب كيف نضمن ان هذه الوسيله مشروعه؟ 1 2 كيف نضمن انك هتاخد حقك وبس؟ 3 مين يقرر هذا الحق؟ مين؟ يعني هو قضية الظفر بالحق الأصل فيها الجواز، إنما هو السؤال أنت هتفتي لنفسك تبقى أنت سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، كيف؟ لو ضامن أنك لن تأخذ إلا الحق حسابك عند ربك، إنما مش ضامن ما أقدرش أتجرأ أديك حاجة تجور وتظلم بها. أي نعم. أخت سائلة دكتور بتسأل على مسألة الحيض، بتقول إنها يعني إن هو كان بيجي مدته أسبوع، يعني فترة كبيرة جدا، لكن منذ سنة حصل تغير في الوقت وأصبح بيصل إلى 12 يوم، منهم بعض الحاجات بتكون يعني ألوانها مختلفة عن الأحمر يعني، فهل تعتبر يعني كما كان عادتها الطبيعية أسبوع، ولا يعني بتسأل عن التفريقة بين مسألة الاستحاضة والحيض حسب سؤالها يعني. يعني الحيض هو دم يخرج من المرأة الصحيحة في غير ولادة، ده اللي هو العادة الشهرية، وله يعني دم لونه ورائحته وآلامه ومتاعبه المعروفة عند المرأة، ده الحيض، ومعروفة مدته عند كل واحدة، ده بيسموه العادة الشهرية. ليه؟ اعتادته المرأة كل شهر أو الدورة الشهرية، يعني شيء دوري معناه حفظاه. طب استمر لسنين، لكن من سنة تغير بقى شيء آخر، بقى أيام أخرى، خلاص ده الجديد، أصل ده مش مرة ولا اتنين، ده سنة، يعني جالها 12 مرة، معناه وضع جديد. المرأة تعرف الدم الحيض بلونه ورائحته وآلامه التي تأتيها، يعني ده آلام الحيض. فإذا تغيرت المدة ل 12 يوم خلاص 12 يوم، لأن عند الحنابلة إن أقصى مدة الطهر 15 يوم وأقصى مدة الحيض 15 يوم. عند الأحناف 3 وأكثره 10 على خلاف. فهنا لا، في مذهب عند الحنابلة يرى إن في هذه المدة ده مدة حيض تحتاط ما دام ده بشروطه العلمية الموجودة. أي نعم. أخ سائل دكتور بيقول إن هو عمره 38 عام، وان احد الاطباء نصحه بانه هو يصلي، وهو اخت هي يعني بتقول ان الطبيب نصحها انها تصلي وهي جالسه بسبب زياده الوزن، فهل عليها وزر في ذلك؟ مع العلم انها سالت احد المشايخ يعني، وقال لها ان اللي بيصلي وهو جالس له نصف الاجر فقط. الاصل الانسان اذا صلى وهو جالس له نصف الاجر اذا كان قادرا، طبعا ده في السنن عشان ننتبه بس، لأنك لاك بالخيار، لكن في الفرائض القيام فرض، ولا تجلس إلا لعذر، ولا تصلي جالسا إلا لعذر، فده الأصل. صلي قائما كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هل الوزن بيمنع من القيام لفترة طويلة؟ يبقى تقف إلى المحدود المعقول ثم تجلس في فترة القيام. هل لا الوزن وصل مرحلة ان لا تستطيع القيام ابدا؟ خلاص يعني الطبيب افتاها يفتيها في ذلك، لكن هو لعله قال لها ان هي ما تصليش كل الوقت واقف في الوقوف ده او ما تطولش فيه، فلا مانع اذا كان عندها عذر طبي او شرعي يمنع من الوقوف الطويل ان تقف عند القراءة وكذا، وتقعد في تجلس في الجلوس والسجود لا مانع شرعا، او تجلس وهي في الوقوف بعد ان تقف قليلا
إذا لم تكن تستطع تقف طويلا. أي نعم. أخ سائل دكتور بيقول هل يجوز لزوجتي إنها تعمل عمرة من غير إذني بحجة إن إحنا متخاصمين؟ لا، ليس لها ذلك. طب وهي لو فعلت دكتور بيكون يعني الطاعة ديت غير مقبولة يعني، ولا يعني حكم الطاعة يعني في ذلك؟ مسألة القبول عند الله، لكن تأثم عدم طاعة الزوج. تمام. لأن ده عمرة مواش حق الفريضة. أي نعم. لا، لو حق الفريضة نقول ده حجة العمرة، لكن العمرة مستحبة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في الراجح يعني. أي نعم. بين أخطأت. ده معناه متخاصمين. طب يعني هل ده معناه ان يعني يا طارق جوعتي مش هتاكل طبق اكل؟ هتاخدي فلوس؟ هتاخدي وانت متخاصمه. ده معناه دكتور ان طاعه الزوج يعني مقدمه واستئذانه مقدمه على عمل الطاعات زي السنن مثلا او ما الى ذلك؟ النوافل مش الفرائض. مش الفرائض يعني مخاصمه، قال لها ما تصليش العصر. لا، اولع. فرض ربنا مقدم، لطاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن صيام نافل، صلاة نافل قد يحتاجها في خدمة في حاجة. أيوة. أو تحتاجه هي نفس الحالة. فهنا يا إخواننا لا، النوافل مطلوب فيها يعني إذن الزوج. أي نعم. أخ سائل بيقول ليه زوجة لا تحسن تربية الأولاد ودايما بتتلفظ بكلام سيء ليا وللأولاد يعني، مع العلم أن أنا نصحتها كتير ولكنها ما زالت مستمرة على هذا السلوك، بقالنا 15 سنة متجوزين، هل لو أنا طلقتها كنت ظلمتها؟ يعني استحمل 15 سنة، إيه اللي خلاه دلوقتي قرر؟ إذا يعني سلوكها سيء يحاول يصلح من شأنها. لا، مش قادر، لكن هذا السلوك بيأثر على الأولاد. طب في النهاية هي أم، هتروح فين بعد ما تتطلق؟ ما همهم، هيزوروها مكان ما متطلقه. نفس السلوك موجود خلاص. اذا انا اركز مع اولادي في حسن التربيه واحاول اتجنب هذا الامر. هل لو طلقها ياثم؟ اذا لم يكن، اذا كانت سوء الخلق واصل لمرحله لا يطاق، خلاص هو حر في قراره، لا يخطئ، ما عندوش خطا فيها. نعم. معنا الاخ مهدي من المغرب. استاذ مهدي تفضل. أخ مهدي سمعنا؟ أريد أن أسأل عن التشهد. عن التشهد، نعم تفضل. التشهد، في التشهد أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الذات حق وأن الساعة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. هذا صحيح أم لا؟ تمام، خلاص إن شاء الله تسمع بإذن الله الإجابة. أخ من مهدي. أين أتيت بهذه الزيادة يا أخي؟ أخ مهدي الشيخ يسألك يعني من أين أتيت بهذه الصيغة؟ من أين أتيت بهذه الصيغة؟ هذه الصيغة أنا كنت أعرفها صحيح، لم أتي بها من أي مكان، ولكن قرأت في بعض الكتب. لأن لا أقول أشهد أن لا أشهد، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني لك زيادة بدون زيادة. تمام. نعم. خلاص تفضل دكتور. فهم. تمام. نعم، التشهد هو أمر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة، والأصل في العبادات التوقيف، لا نبتدع لا نزيد، إلا لو واحد زاد عن نقص عن خطأ بيتعامل معاه على حسب الخطأ ده. إنما الصيغة لا للأخ ليست صحيحة. الصيغة اللي قالها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة الإبراهيمية. إنما الزيادة اللي قالها دي، هذه ليست صحيحة، ليست، لم أقرأ أبدا فيما قرأت، على طول ما قرأت في هذا الأمر لم أقرأ، ده ليس صحيحا في هذه المسألة. والأصل في الإنسان الالتزام والتوقف في التعبد في العبادة. العبادة صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. معنا الأخ أحمد من مصر. أحمد اتفضل. أستاذ أحمد أهلا بيك، اتفضل بالسؤال.
اه سامعك بس هو صوت يعني علي صوتك شويه بس اتفضل. اه للاسف يا اخ احمد يعني نفس المشكله بتاعت الامس الصوت برضه بيقطع شويه. جرب كده تتكلم تاني. طيب خلاص يعني ممكن ان شاء الله الشباب في الكنترول يعني شوف السؤال بتاع الاخ احمد ونعرضه ان شاء الله للشيخ. دكتور في اخ سائل بيسال على مساله زكاه المعاشات، بيقول ان اخوه خرج للمعاش، فهل ما سيحصل عليه من معاش عليه زكاه ام لا؟ هو اخوه هياخد ايه من المعاشات؟ هياخد ايه؟ هو في حاجتين ممكن ياخدهم، ممكن ياخد مثلا مبلغ اللي هو نهايه الخدمه تقريبا، او ممكن ياخد المعاش اللي هو الشهري. ماشي. المعاش الشهري ده ايه؟ زيه زي المرتب الشهري وقال. صحيح. فيطلع عليه زكاة، هو أصلا يصرف منه إلا إذا تبقى منه وادخر وحال عليه الحول وبلغ النصاب يزكي. لو عنده وعاء زكاة يحط ويضيفه عليه مكافأة نهاية خدمة نفس الحالة، بشوف هل ده في من يرى أنه يزكى عند القبض 2.5%، وفي اللي يرى أنه يضم إلى وعاء الزكاة، ولما بيجي الحول بتاعه بتاع الوعاء اللي عنده بيزكيه من ضمنه 2.5%. هذا رأي وهذا رأي. اخ سائل دكتور الحقيقه السؤال طبعا بيجي لنا كتير بس المره دي جاي بصيغه مختلفه. ان الاخ السائل بيقول ان هو بسبب الظروف الماديه اللي هو بيعيشها والغلاء والكلام ده اضطر ان هو يطلق زوجته علشان تحصل على معاش والدها، فهل ما فعله صحيحا وهل يدخل في يعني حكم المضطر ام لا؟ يعني معظم فتاوى المشايخ بتتعلق بقضية الطلاق الصوري أو الزواج الصوري، مش الطلاق الصوري بقى، الزواج الصوري. أيوة. يعني اللي هو الزواج الغير موثق. واحدة أرملة معاها مديها معاش الزوج الميت، عايزة تعف نفسها وتتجوز، لكن اتجوزت هتتمنعي عنها المعاش وعن العيال أو عنها، فبتتجوز عرفي دون أن توثق. ده اللي معظم الفتاوى فيه. بدأ يطلع الآن قضية الطلاق الصوري أو الطلاق الشكلي، رسمي طلاق لكن واقعا بيرجع عرفي، ده حكمه إيه؟ من المشايخ ولا يعني في عندنا أكثر من فتوى، في فتوى دار الإفتاء في عهد الشيخ علي جمعة تجيز، لأني قال لك ده قانون متخلف والأولى أن ما يتربطش بالجواز وطلاق يتربط بحاجة الناس. ده رأي لي دار الإفتاء في عهد الشيخ شوقي علام، حرمت ورأته كذب وأكل الحرام وأكل ما لا يستحق الإنسان لأن القانون بيقتضي كذا 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 إلى آخره. رأي ثالث أسبق من هذين الرأيين أراه هو الأوفق والأعمق، وهو رأي الدكتور محمد البهي في كتابه رأي الدين في الجزء الثالث منه، وقال إني الأولى إن الدولة هي التي تغير هذه القوانين الجائرة حتى لا يضطر الناس إلى هذه المسالك الشاذة والمخالفة. طب ماذا نرى؟ أرى أن الناس لا تلجأ لهذا الأمر، لأن الأسرة مؤسسة مهمة لا يمكن أن ندخل فيها بمستوى التلاعب وتبقى المادة التي تحكمنا. والبعض يعني استثنى إذا اضطر إنسان يا الجوع يا كذا، يا إما هذا الشيء الصوري. الأولى إن الدولة يعني تنظر في حال الناس، وطبعا اللي أدى الناس لهذا الوضع هو سوء الحالة الاقتصادية للناس. فلا أنصح الأخ الكريم أبدا بهذا الإجراء وإن كان الوعد أجاز عند الاضطرار. أي نعم. معنا الأخ عبد المنعم من مصر. عبد المنعم تفضل. أستاذ عبد المنعم تفضل بالسؤال. أستاذ عبد المنعم سمعنا؟ انا بس بقول لك ان الانسان قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اخو، افضل ولا الافضل اللهم صل على محمد على طول؟ تمام، يعني لفظ سيدنا يعني. تمام. دكتور الاخ عبد المنعم بيسال على مساله التشهد، على مساله اضافه لفظ سيدنا، يعني نقول سيدنا محمد ولا نقول محمد على طول؟ لا، ما نقولش سيدنا محمد في الصلاه. القول الافضل الاتباع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن المقام محفوظ وأنا في عبادة، والعبادة الأصل فيها الاتباع فأتبع.
أي نعم. ما يعني أصلا ليه هقول لسيدنا عاصم باب الاحترام؟ الاحترام ما لوش علاقة هنا، ليه علاقة بالاتباع هنا. يعني كل الناس اللي صلوا قبلنا، كل الأمة من أول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين إلى الأئمة إلى الأمة إلى كل دول، ما كانوش بيقدروا أنت إحنا فجأة كده ابتكرنا صيغة وده الأفضل؟ لا، هذا طبعا من الصحيح الأولى الاتباع. أي نعم. معنا الأخ عزيز من المغرب. أستاذ عزيز تفضل. جزاك بخير. لاباس. مرحبا. السلام عليكم للشيخ كريم. جزاك الله خير. رحم الله النقشبندي وكذلك الفشني يا أيها المختار. سؤالي للشيخ، أختي أهدتني كثيرا. أي نعم. السلام عليكم. سمعينك، كمل أخ عزيز. أختي أهدتني كثيرا، مع كل ذلك سمحتها، جاءت إلي طلبت مني وسمحها وسمحتها، ولكن قلت لأمي ألا يعني لا تجيء عندي على الأخت أن توقرني وأنا مسامحة، ولكن لا تجيء عندي ولا أذهب إليها. هل الآن قاطع للرحم بهذا أم لا؟ مع أن أختي أذتني وأذت زوجتي وأذت إلى آخر، حتى زوجها أذته. ما حكم الشر في هذا؟ هل أنا قاطع الرحم بهذا؟ تمام. أنا لا أزورها مع أن أمي تذهب. وضح السؤال أخ عزيز. وضح السؤال. نعم، وأتكلم معها بهذا. تسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور الأخ عزيز بيسأل، بيقول إن أخته آذته كثيرا هو وزوجته وأولاده، يعني جاءته بعد فترة عشان تطلب منه المسامحة فسامحها، لكن اشترط على والدته إنها لا تزوره ولا يزورها، الأخته يعني أخته لا تزوره ولا يزورها، هل هو بذلك قاطع رحم؟ يعني مدام جاءته الأخت معتذرة وقد تاب الله عليها فليقبل منها اعتذارها. وألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا وقع قال بلى، قال فعفوا واصفحوا. فالعفو والصفح من شيم الكرام، واحتسب ذلك عند ربك مدام قد تابت وعادت. ولو أنت خايف أن تعود إلى الإساءة، خلي الزيارات والكلام ده بحدود، يعني في حدود قليلة، يعني 10 دقائق ربع ساعة وعلى فترات، يعني كده أول بأول، ما يبقاش دايما لا زيارات طويلة بحيث ما يحصلش تجاوز. لقيت ان الحال انصلح خلاص، عفى الله عما سلف، ربنا تقبل منك وتغافر حتى يغفر الله لنا ولك. اي نعم. اخ سائل بيقول، هل المرأة الثيب اللي زوجها ميت وعندها 35 عام، هل ممكن انها تزوج نفسها بمهر وشاهدين، ولا ده، وهل هذا الزواج يعني يكون صحيح ام لا؟ هذا الزواج على الجمهور لا مش صحيح، لأن لابد من الولي، لكن عند أبي حنيفة هذا الزواج صحيح. لكن علينا أن ننظر إلى الموضوع ليس من موضوع الشق القانوني فقط أو الفقهي. طيب هتتجوز من غير ولي ليه؟ عشان أهلها رافضين العريس ده تحديدا، ولا رافضين تتجوز خالص؟ العريس لأسباب معينة. طيب لو اختلفت مع هذا الزوج فيما بعد، من يكون لهذا الزوج عند المشكلة؟ فإخواننا الولي مش معمول عشان خاطر وصاية على الست ولو يدرعها، لا، ده له أهداف. من أهدافه المرأة لما بتدخل على زوج بأهل وعشيرة بيكبر ده ويرعيه وأهله بيرعوه. لو دخلت عليه وحدها بطولها كده خلاص مستضعفة، إن لم يتق الله فيها سيفرمها في أي خلاف. فأخواننا الأخوات الفضليات عليهن التفكر دائما في هذا الأمر. 2، رسالة للأهل، لا تعضلوا بناتكن. إذا قالها العريس الكف اتوكل على الله تعيب في نفسها. فالرسالة إلى الجهتين هنا بعد أن ذكرنا الحكم الفقهي. أي نعم. أخ سائل بيقول إن هو كان عنده بيت ساكن فيه، وبعدين بعد فترة لم يستطع أنه يكمل التجهيزات، والأهبول يعني كنت أملك منزل، ما قالش إن هو ساكن فيه يعني، وهو لم يستطع إكمال التجهيزات فباع المنزل واشترى بتمنه 3 شقق، ساكن في واحدة ومأجر لـ2 التانيين. سؤال الأخ السائل، هو بيقول الأخت سائلة عفوا، بتقول إن هي أرملة وعندها ولدين ونيتها في شراء الشقق هو حفظ المال بتاع أولادها، فهل يجب على هذا المال الزكاة وعلى هذه الشقق أم لا، وكيف تحسبها؟ نعم، إذا بتأجرها بتطلع عن الإيجار الزكاة،
تطلع عن الإيجار نفسه من الريع يعني. عن الإيجار؟ أي نعم. 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 هو الشاهد من هذا السؤال دكتور، هو أحيانا برضه بتكرر كثير، هو مسألة لو فلوس أيتام ومثلا الأم هي اللي ماسكة هذا المال، أو حد مثلا وصي معايا ماسك هذا المال، فبيسأل على مسألة الزكاة خوفا من أن المال يتآكل في موضوع الزكاة، فنصيحة حضرتك بقى في هذا الإطار. نعم، المفروض أن هنا بينمي المال يعني يثمره، لأنه حتى لو شغله شغل بسيط قيمته بتقل. فلأن المال اللي أيتام فيه زكاة، الناس متصورة أن المال اللي يتم فيه زكاة، لأن المال هنا غير عاقل، مش مشترط فيه البلوغ، إنما يشترط نصاب 85 جرام ذهب والحول الذي حال وسالم من الدين وزائد عن الحاجة الأصلية، ملوش علاقة بإني ذكر أو أنثى، حائض ولا غير حائض، طاهر ولا جنب، بالغ ولا غير بالغ، نايم ولا صح. مجنون واحد، مجنون محجور عليه وليه ثروة، بنعمل إيه؟ بنزكي عنها، وعشان لا تأكلها الزكاة ننميها ونثمرها. فلا، فيها زكاة طبعا. أي نعم. أخت سائلة بتسأل بتقول هل الاشتراك في المسابقات حرام أم حلال؟ في يعني جوائز دولارات أو عمرة أو تليفون وما إلى ذلك يعني. إذا لم تكن هذه الجوائز مبنية على القمار فجائزة شرعا. يعني إيه؟ اتصل أو ابعت الإجابات على البريد الفلاني، بعت بريد عادي وبيعملوا قرعة وشركة ورعاة وبتاع ودعاية، خلاص أنا ما دفعتش فلوس وكسبت، جائز شرعا. إنما أدفع وهيعملوا قرعة على 10 من إيه؟ من المليون اللي دفعوا دول، لا دي قمار. هذا هو الفرق. لو مسابقات ليست قمارا جائزة شرعا. أي نعم. تقريبا لسه دقيقتين دكتور من وقت الحلقة. آخر سؤال، أخ سائل بيقول إن والده رحمه الله كان أخذ قرض من البنك بقيمة 110,000 جنيه بضمان المرتب بتاعه، سدد من هذا القرض شهر واحد فقط ثم توفاه الله. فلما ذهبوا للبنك علشان يشوفوا مسألة تسديد الدين، فالبنك قال لهم إن هو قام بإلغاء الدين، وإن شركة التأمينات ستتحمل تسديد باقي هذا القرض بسبب وفاة الشخص المقترض. الأخ السائل بيقول إن والده كان أخذ هذا المبلغ وحطه في وديعة بنكية، فسؤال الأخ السائل هل يرد هذا المبلغ مرة أخرى، ولو كان يرد يرد لمين، وهل كده والده عليه دين، ويعني في مسألة الديون يحجز يعني من الحساب أو ما إلى ذلك؟ لا أنا مش فاهم السؤال. يعني في السؤال يعني هو الوالد خد قرض من البنك وتوفى بعد شهر من أخد القرض، فالبنك أبلغ الورثة بأن هذا القرض سقط خلاص، مش محتاجين ان هم يسددوا الباقي القيمه، لان التامينات هتترجع للبنك بقى. ليه سقط القرض نفسه؟ قيمه القرض سقطت، ما عادش عليهم تامينات. ايه تامينات؟ هو ايوه التامينات ايه علاقتها هنا؟ هو كاتب التامينات فقط، فيمكن يكون فيه مثلا نوع من انواع التامين على القروض او ما الى لازم ذلك. افهم ليه. لا ما اقدرش، لازم افهمها. تمام خلاص، احنا هو الاخ بقى يكتب لنا تامن عليه. لا لازم تفاصيل، التفاصيل مش واضحة عشان ما اقدرش اقول له حرام ولا حلال، ومش واضحة، انا مش واضحة التفاصيل. تمام خلاص مش مشكلة، هو ان شاء الله الاخ يعني يبعت لنا تفاصيل. عقد التأمينات اللي خلاها تسدد عنه قرض. ايه العقد اللي بين الميت والتأمينات تسدد عنه قرضا؟ نشوف العقد ده صحيح ولا غير صحيح. أيوة جائز ولا غير جائز. ده شرط لازم. اي نعم تمام ان شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور، وقت الحلقة انتهى. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.